وبمعدل نصف النقطة المئوية مكاسب السوق السعودي حتى الآن، ونجده إلى ارتفاع ب 35 نقطة. أذكر من جديد على المستويات الفنية، كان السوق يأخذ ترند أو اتجاه معين، لكن حدت من هذه الموجة أو من تحركاته الفنية عوامل عدة سنناقشها بعد قليل. دار الأركان على رأس قائمة النشاط قرابة 600 ألف سهم من التداولات، إعمار 300 ألف سهم الإنمازين السعودية والراجحي تعود إلى قائمة النشاط في جلسة هذا اليوم. الأكبر في الربحية وكذلك الخسائر الخليجي العامة للتأمين يكتسب نقطة ونصف النقطة المئوية من الارتفاع، المتحدة للتأمين التعمير دار الأركان والبنك الأهلي التجاري جميعها على مكاسب، وأكبر الخاسرين إسمنت ينبع بنصف النقطة المئوية من التراجع، أسلاك إسمنت السعودية المراعي وبتروكيم جميعها على خسائر. القياديات وبشكل سريع نتابع وإياكم هذه القطاعات بالمجمل، الإسمنت إلى مكاسب، التجزئة ترتفع الشيء النقطة، البنوك إلى ارتفاع بسبعة أعشار، وصناعة البتروكيماوية بثلاث أعشار النقطة. وطبعا أكتفي بهذا القدر من نظرتنا على أوضاع القطاعات. حبذا لو أخذنا من القياديات على الأقل سابق كيف يتصرف في جلسة هذا اليوم، وسيكون لنا تحليل أكثر حول سابق. إذا سنتابع وإياكم سابق على مكاسب بربع ريال تقريبا، صفو العائد إيجابي الراجحي والبنك الأهلي التجاري. أتوجه من جديد إلى ضيفي السيد فيصل السوادي المحلل الفني المعتمد والعضو بالجمعية العالمية للتحليل الفني. أستاذ فيصل، البداية جاءت جيدة، جلسة واحدة من عمر ثلاث شهور في الربع الثالث لن تقينا يعني الحديث عن ما خسرناه قبل الدخول في الثلاثة شهور الأخيرة. باعتقادك أنه مع كل المراحل أو الظروف التي مرت على السوق، أيها كان الذي أخذ معه المستويات أو الاتجاه الفني إلى التراجع؟ حاليا المؤشر العام في الوقت الحالي، ربما إذا تحدثنا فقط عن الافتتاح النطاق الأخضر اليوم، ربما يكون هذا شيء طبيعي جدا أن السوق المؤشر العام حاليا في نطاق جانبي أو في قناة أفقية، هذه يطلق عليها المحللين الفنيين مراحل انتقالية. مراحل انتقالية ينتقل منها السوق من حالة الهبوط القوي، لو أخذناها طبقناها على السوق السعودي، من حالة الهبوط القوي قد تدخل في مرحلة انتقالية تكون تجميعية ثم يقوم السعر بعكس الاتجاه العام، أو تكون مرحلة يتم أيضا بها فترة استراحة كما تسمى ويتم بعدها الهبوط للأسفل. السعر بالأمس تم الإغلاق، وصل أدنى سعر تقريبا إلى 7200، ربما 7280 أو شيء قريب من هذا المستوى، وهو مستوى قريب جدا مستوى الدعم 7220. لذلك من المتوقع اليوم دخول بعض المراكز، أو هذا هو السيناريو المتوقع خلال الأسابيع القادمة قبل إعلانات الربع الثالث، افتتاح السوق يكون هناك بناء مراكز ربما لبيوت الاستثمار أو بيوت الخبرة للشركات التي تتوقع أن تحقق أرباح خلال الربع الثالث. هذا الصعود أو هذا اللون الأخضر يغري بقية المضاربين بالدخول أيضا في الأسهم المضاربية، لذلك لن نشاهد ربما عفوا نعم. ربما لن نشاهد اختلاف في الأسهم الأكثر نشاطا والأكثر كمية على المستوى نعم. اليومي التداول اليومي، ولكن ربما تكون في البداية دخول بيوت الخبرة أو دخول مراكز شرائية بناء مراكز شرائية جديدة داخل هذه القناة، أو على حسب التوقع للنتائج أو أرباح الربع الثالث قد تحرك بعض السيولة. شاهدنا بالأمس كان أقل حجم سيولة ربما من أربع سنوات، كان بحدود المليارين ونصف المليار ريال فقط. نعم. طيب عندما نقول أن السيولة تنسحب لغرض يعني أو لأنها متوجسة خائفة إلى حين إعلان النتائج، أين يتم الاحتفاظ بالسيولة إذا لا ما أتحدث عن خروجها تماما من السوق؟ يعني ممكن يكون أنه عدم وجود سيولة قوية ولا لا توجد حراك على الأسهم، هل هنالك سيولة هي تعد بوضع الهولد أو الإمساك حتى العودة من جديد واختيار أين سيتم تدويرها من جديد؟ طبعا لابد أن نميز بالنسبة للسوق السعودي أو للأدوات الاستثمار المتوفرة في السوق السعودي، نلاحظ أنها محدودة لا تشابه بأي حال من الأحوال الأسواق الأوروبية أو الأسواق الأمريكية. لا نشاهد هذا الانحصار في السيولة في الأسواق الأخرى لأن المضاربين يحاولون الاستفادة من كل الاتجاهات سواء في الصعود أو في الهبوط. نحن نعلم في السوق السعودي فقط يتم البحث عن القيعان أو الأسهم المستعدة للتحرك للأعلى فقط لبناء مراكز شرائية. لا يوجد أي حتى الآن يعني لا يوجد في السوق السعودي مراكز السل
أو البيع المسبق، فتح صفقة ببيع أو الاستفادة من الاتجاهات الهابطة، هذه أيضا توفر سيولة في السوق السعودي. وعدم وجود هذه الميزة بالتأكيد سنشاهد في أي وقت في حالات الترقب والحذر أو عدم وضوح الاتجاه أو في الاتجاهات الهابطة عندما يتم التدافع السريع للخروج من الأسهم، وهذا الشيء بالمناسبة يلغي ميزة التحوط أو الهيجينج الموجودة عند المستثمرين الآخرين. هذه الميزة تفيد حتى في حالات الشراء والتخوف، يتم فتح صفقات بيع معاكسة للصفقات الرئيسية للاستفادة في حال هبوط السعر أو تغير مسار السهم عكس المسار التي يتوقع له المضارب أو المتداول، سواء المضارب اللحظي أو المتداول متوسط الأجل للسعر أن يذهب إليه في المستقبل. جميل، من على دراية بإنشاء هكذا ربما تحركات أستاذ فيصل، أم أنه يجب أن تكون هناك محافظ فعلا على دراية تقوم بتقديم هذا النصح؟ يعني موضوع الحقيقة مثير أنه أنت تقوم بعكس أو اتخاذ يعني تحوط بعكس اتجاه السوق وأين يتجه. طيب الفترة القادمة هل تعد بأنه يكون نوع من الانفتاح أكثر؟ هل استفدنا شيء من دخول الأجانب إلى السوق السعودي؟ لاحظنا منذ بداية هذا منتصف الشهر الماضي تقريبا تغييرات، حدثت تغييرات طبعا، فتح باب الاستثمار، فتح باب عفوا المشاركة للمستثمر الأجنبي كانت خطوة كبيرة جدا، تم إدراج الآن ليس إدراج، وضع المؤشر العام تحت المراقبة أو تحت الملاحظة لمدة عام كامل لإدراجه خلال عام 2016 إذا استوفى الشروط في مؤشر مورغان ستانلي. لاحظنا أيضا تطبيق جديد، نظام تطبيق تداول جديد إكستريم آينت الذي يعتبر تقريبا الأفضل والأسرع. أنا أعتقد أنه سيحدث تغييرات كثيرة في المؤشر العام حتى يتم الاستفادة على الأقل من هذه التحركات. ربما يتم معروف أن هذا البرنامج يتم استخدامه أو هذه المنصة للتداول يتم استخدامه ليس فقط للأسهم والاستندات والصكوك والسلع لا يوجد في السوق السعودي حاليا إلا سوق الأسهم فقط، وموجود في اتجاه واحد. ربما يعتقد حتى البعض من ضمن التطورات التي ستحدث في المؤشر العام وجود تاسي، ما يطلق عليه تاسي ميرور أو مرآة تاسي، يتم فيها المضاربة حتى على المؤشر العام أو على القطاعات، قطاع البتروكيماويات أو قطاع المصارف أو ما يعرف باسم عقود الخيارات أو الأوبشنز أيضا. كل هذه المجالات حتى لو البعض الآن ربما يستغرب أو يستبعد هذه الفكرة، لكن كل شيء متوقع خصوصا أن بس موضوع الأوبشنز يمكن مختلف شوي لأنه يحتاج إلى تشريعات من أجل سنه، وأنت تعلم يعني كيف يتم التعامل فيه، وكان هنالك محاولة أن تكون منصة يعني لن تمنعهم التداول بالمشتقات خارج السوق السعودي. وأشكرك جزيل الشكر السيد فيصل السوادي المحلل الفني المعتمد وعضو بالجمعية العالمية للتحليل الفني.